السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دكتور خاص الحديد في فيديو جديد بمناسبة الدخول الاجتماعي، سواء المدرسي سواء الجامعي، سواء دخول الناس اللي تخدم في شركاتها في أماكن العمل تاعهم. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتحدثوا على واش لازم ندير واش لازم ما نديرش باش يكون عندنا دخول اجتماعي سلس ونحافظوا فيه على صحتنا، والمجهودات اللي درناها في 7 أشهر من الحجر الصحي ما تضيعش. تابعوا معنا هذا الفيديو، ما تنسوا تدخلوا لنا لايك وكومنت كيفاش نوصل الحجر الصحي، وهل استمتعتم بفترة الراحة المطولة؟ لازم أول أن نعرف أنه الدخول الاجتماعي لا يعني أن فيروس الكورونا اختفى أو أنه راح، ولا ما زال فيروس الكورونا، ولكن سرعة انتشاره قلت بزاف بسبب أننا كنا دايرين الحجر المنزلي، وهذا الشيء يقدر المستشفيات تستوعب المصابين والمرضى، وكان عندهم قابلية أنهم يعالجوا المرضى. والان جاء وقت الدخول الاجتماعي في الجامعات، في المدارس، في المؤسسات الوطنيه، في المؤسسات المحليه، كما راجعين يخدموا في خدمتهم. يجب علينا ان نلتزم بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي ديما نهضر عليها، من تباعد، من الحفاظ على النظافه، من اننا ديما نحاول نعقموا يدينا، نرتديوا لي ماسك في الاماكن العموميه، ما زالت عندها اهميه قصوى. ويجب علينا أن نلتزم بكامل الإرشادات الوقائية، ويجب على كل واحد فينا كمواطن كشاب كرجل كبير أو صغير أنه يمنع انتقال الفيروس، ما يكونش هو السبب في انتقال الفيروس، بأنه ديما يعقم يديه، بأنه ديما يرتدي الألبسة الوقائية ويحاول يحافظ على النظافة تاعو الخاصة، لأنه الفيروس ينتقل ما بين الأشخاص ماشي في الهواء، ينتقل ما بين شخص إلى شخص. حافظ على مسافة الأمان، حافظ ديما على تحقين يديك، وديما ارتدي الماسك، وديما ارتدي القناع الواقي تاعك. إذا أنك شكيت أنك أصبت بالفيروس أنت ولا أي واحد من أهلك، روح دير لي تيست، روح للمستشفى ودير الإجراءات اللازمة. إذا انتشار فيروس الكورونا من عدمه يعتمد بشكل كبير على كل واحد فينا، وعليك أنت اللي تشوف هذا الفيديو. فعلينا أن نكون مراشدين واعيين وملتزمين. هذه هي كان معكم من خاصة الحديد، أتمنى لكم إن شاء الله كامل الصحة والعافية وعودة موفقة للجميع في كامل المجال، والسلام عليكم.